زخات الأمطار الرعدية مستمرة على المملكة خلال الساعات القليلة القادمة، وتراجع الحالة الجوية تدريجيا الأيام القادمة. تفاصيل بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية. إذن تتأثر المملكة وأجزاء واسعة من المملكة بحالة واسعة من عدم الاستقرار الجوي، وهطلت زخات رعدية من الأمطار في العديد من المناطق، كانت عبارة عن زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية من منطقة تبوك خلال يوم أمس. نهار اليوم استمرت الأجواء الغير مستقرة مع تركيزها في الأجزاء الشرقية من المملكة، مع بدء عبور لجبهة هوائية باردة عالية الفعالية تدريجيا خلال ساعات صباح اليوم، عبرت حفر الباطن ثم تدريجيا انتقلت إلى أجزاء من شمال المنطقة الشرقية، على أن تتحرك أكثر جنوبا خلال الساعات القادمة لتشمل مناطق إضافية من المنطقة الشرقية وأيضا المنطقة الوسطى. نبدأ نشاطنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث تنتشر كميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في عموم مناطق المملكة، سواء الشمالية، الغربية، الشرقية، الوسطى وحتى الجنوبية. هذا المنخفض الجوي العلوي يتمركز خلال ساعات صباح اليوم في شمال الجزيرة العربية قادمة من شمال البحر الأحمر، يترافق مع هذه الجبهة الهوائية الباردة عالية الفعالية التي تؤثر أو أثرت خلال ساعات الصباح على حفر الباطن أجزاء من جنوب العراق والكويت وأيضا شمال المنطقة الشرقية وأجزاء من شمال منطقة الرياض، على أن تتحرك هذه الجبهة الهوائية الباردة تدريجيا نحو الجنوب الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، وتشمل دول إضافية أيضا خليجية خلال الساعات القادمة. تفاصيل أكثر حول هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع. يوم الأحد تبقى الأجواء غير مستقرة في أجزاء واسعة من المملكة، سواء الشمالية، الشرقية، الوسطى وأجزاء من الجنوبية الغربية وأيضا الأجزاء الغربية من المملكة. لكن اعتبارا من يوم أو ساعات مساء يوم الأحد تتحرك هذه الجبهة الهوائية الباردة جنوبا باتجاه منطقة الإحساء وجنوب المنطقة الشرقية، وتستمر الأحوال الجوية غير مستقرة أيضا في عموم جنوب العراق الكويت وأيضا شمال شرق المملكة العربية السعودية، وتستمر أيضا الأحوال الجوية غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية. لكن يوم الاثنين تتراجع تأثيرات هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، لكن تبقى الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في شمال المملكة، في حين تتراجع الحالة الجوية في عموم المنطقة الشرقية والوسطى والغربية من المملكة، مع بقاء الفرصة واردة أيضا لهطول زخات من الأمطار على السواحل الأحمر، خاصة السواحل الجنوبية من البحر الأحمر. خلال ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء تصل هذه الجبهة الهوائية الباردة نحو دولة الإمارات وأيضا سلطنة عمان ومنطقة الربع الخالي، حيث تترافق مع زخات رعدية غزيرة من الأمطار في هذه المناطق، في حين تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة بشكل محدود في منطقة حفر الباطن خلال ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء وخلال ساعات نهار يوم الثلاثاء، مع انخفاض واضح على درجة الحرارة. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تبقى الأجواء غير مستقرة، الفرصة واردة أيضا لهطول زخات الأمطار، 13 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 13، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية نشطة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض أو لباقي المدن السعودية ليوم الاثنين، نبدأها من المنطقة الشمالية، تبوك 18 إلى 5، سكاكا 15 إلى 7، عرعر 13 إلى درجتين، مع أحوال جوية غير مستقرة بشكل عام. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 21 إلى 10، جدة 23 إلى 18، مكة المكرمة 25 إلى 17، والطائف 17 إلى 8 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، أحوال جوية غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار في عموم هذه المناطق، أبها 15 إلى 11، الباحة 13 إلى 7، وجازان 28 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 20 إلى 15، حفر الباطن 14 إلى 11، والإحساء 20 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 17 إلى 11، بريدة 16 إلى 12، وحائل 14 إلى 7 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.